هاي بنات، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا كتير مناح. معكم شهد من عمان. اليوم فيديو جديد على تن ميك اب، كيف بقدر اعمل سموكي ايز بثلاث دقايق. دائما بنعرف انه السموكي اشي كتير صعب، هلا حفرجيكم انه اشي كتير سهل. دائما بالميك اب مش لازم نحط كتير قواعد وكتير امرات. لما تحطي ميك اب بدقيقتين بطلع احلى من ميك اب انتي قاعده ثلاث ساعات عم تعملي. فما بد مش الشغلة مش بالوقت، الشغلة مش بالقواعد، انت كيف بتشوفي حالك حلوة اعملي. هلا حفرجيكم كيف بثلاث دقايق بنعمل سموكي ايز. بس قبل انا جهزت بشرتي، حطيت الفاونديشن، حطيت اللبس وعملت الحواجب، بس بي علي اعمل العيون وحطيت اللينسز اللي انتو شايفينهم لون عسلي، يعني هو اسمه جرين بس هو كتير جاي على عسلي على العين. هذا اكتر لون بحسه بالبقلة السموكي، وبحسه بيحلي اللوك، يعني اكتر اشي بالبقلة السموكي. اوكي، اول اشي رح نحتاج شادو اسود. اي شادو اسود عندك؟ انا من هاي الباليت، هيا كل باليتاتي انا معرفش اسود، وكحلة سودا، وبرش تكون فلات ومن هون تكون فلافي. وإذا أنت بدك يكون في لمعة باللوك جيبي زي هدول من The Palm اللي فيهم لمعة. أوكي، أول إشي راح قد ما حكيت أول إشي مش طبيعي. نحط كحلة سودة جوا العين. أوتش، هاي الطريقة. وبعدين منجيب الشادو الأسود بالبرش الصغيرة الفلات، بندمج الأسود اللي احنا عملناه مع الكحلة اللي حطيناها جوا العين. فاتت بعيني. اوكي، هاد هيك تحت العين. كل ما دمجتي بكون احلى، يعني ضلك رايحة وجاي، بعطي اللون هيك اشي ارتب. هلا من فوق فينا نحط الكحل السوداء وندمجها وبعدين فوقيها الشادو، بس احنا بدنا سموكي سريع ويعطينا نتيجة كتير بتشبه نتيجة السموكي اللي بكون مع الكحلة المدوبة والمدموجة. فاحنا بس بدنا نحط الشادو الاسود على طرف العين زي ما انتو شايفين وندمجه لجوا. شايفين كيف؟ هلا بنفس الطرف الرفيع رح احط على اطراف الرموش وارجع ادمج بشكل بسيط. شايفين كيف؟ فينا نتقل او نخفف قد ما احنا بدنا. اوكي، اذا بس حطينا اول اشي على طرف العين وبعدين بخط مستقيم حطينا على طرف الرموش ودمجناهم. هلا اخر خطوة اللي حكيت لكم عنها، طلع الشعر هاي، اللي هي نجيب لون فيه جلتر فيه لمعة ونحطه بنص العين هاي الطريقة. شايفين كيف ندمج اطرافه عشان ما يكون كتير محدد. اوكي، هيك احنا خلصنا العين. زي ما قلت لكم السموكي كل ما دمجناه بيطلع احلى. ايوه، فينا هيك احنا ما حطيناش ولا لون انتقالي
انتقالي ولا اشي، بس استعملنا اشيين طلعت نتيجة كتير حلوة وكتير سريعة. جربوها وابعتوا لي شو رأيكم. قبل ما هذا عشان تشوفوه منيح، دايما بنسى انا اقيم اللوس باودر. اوكي هاي هيك النتيجة، طبقوها وابعتوا لي وتابعوني على تن ميك اب، وبشوفكم بفيديو جاي. دير بالكم على حالكم، باي باي. تن موديل 100% سمارت فون، من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول، محتوى رقمي جديد.